لأول مرة في محافظة الغربية هيتم إنشاء مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، ده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. المركز ده هيتوفر فيه كل الخدمات الخاصة بالعلاج والتأهيل، وهيكون كمان فيه ورش لتدريب المتعافين على حرف صناعية لتأهيلهم لسوق العمل ودمجهم مرة تانية في المجتمع. محافظة الغربية تشهد إنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم إنشاء المركز بالتعاون بين محافظة الغربية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. سعة المركز 100 سرير وثلاث عيادات خارجية، كما يتضمن صالة جيم ومكتبة ومسرح وقاعات تدريب وأنشطة رياضية وقاعة كمبيوتر وأنشطة فنية وملعب كرة قدم وورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل، وذلك لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان. يقدر عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمركز سنوياً حوالي 5000 مريض ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة، خاصة المحافظات المحرومة من خدمات علاج الإدمان. كما يوفر المركز ما يقرب من 100 فرصة عمل لأبناء المحافظة. مركز العزيمة لعلاج الإدمان سيتم تنفيذه بقرية دمنهور الوحش بالغربية، وهي إحدى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتة. وسيقدم المركز جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء محافظة الغربية بشكل كامل. وأعلن صندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي أنه جاري الإعداد لافتتاح مركزين جديدين في قنا والجيزة، بجانب أيضاً أنه جاري إنشاء مراكز علاجية بمحافظات دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان. وبحلول عام 2025 سيتم تعميم الخدمات العلاجية في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.